معلم ايش قولك؟ توترا ورسم ماما من شرفك احسن تشريف. تعرفنيش انا في الخدمه حاجه غاب على الاخر. ايش فيش باش تشرفني بابا؟ يا اخي سيادتك مترشح الكوب دافريك انت، وهذه كلمه معلم اسمع ما عادش حاب نسمعها. هوني ما ثم معلمه كان مدام حيات، وانا وانتي نخدموا عندها باهي. اوكي. وحاجه اخرى عايش ولدي، غير المشاكل الكماندا والاخلاص والسلام بالعافيه. امك راهي توصي وتعاود. ورس ماما ورس ماما، ما ترى مني كل خير يا معلم. باهي سيدي، برا توكل على ربي ان شاء الله ربي يعينك. اي اسمع، نحبك عاد تفرح لي بالكليونات. ها تهنى عرفي، ما عندك كان الرجال. عسلامة سيدي. تفضل زارتنا البركة. ناظم هيجي وي عرف تشاملي فاش قام البوز ليه المرة جاي قفلي في الباب مرش واللي داخل فوح له خير. واو كان يدي غدوة الصباح نجيب واحد مع عند ماما. بربي بر بر من قدامي هز الكماندة للسيد غادي فيس. الله يبارك عارف الله يبارك. يا رب يا رب تقدر علينا الخير. لبس لبس. ها شنو يا امي؟ شنو واش عامل؟ الدواء هاني واقف يا امي والدواء دست هاني دست. ها هاوك على عيني يا بنتي، لا فما لا خدمه لا قدمه. وعليا ورحمه بويا العزيز الغالي يسعين يا بنتي الدور ما صورتوش. باي 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 منها واحد يحمد ربي جاب ربي مش لبستني جنيه ولا راهي عمرت تكون جي وهربت. ما بيه ربي وين جاي وين جاي؟ ما عندك شيء. جبت جبت. زلم زعتني. اهلا بصاحبي وعشيري المنزل. ها ايوا قيل امورك في الشق شمال. اللي يخطرني حالي زلم قال له امورك في الشق شمال. لا الشق شمال لا لوبان انا. حالتي كانت بالعربي انا والله. الله 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 حشيك هذا المنجم. خويا انا شوفيك تزفر زفران شيخ مستكوزي واشي. مانك حاجه؟ مانك حاجه. اللي ميدي يقول اسمه لا يا ربي يا كايتي يا كايتي كايتي انا وش نداني هنا المنشي يعني معايا بالله وين معايا طول عمري عايش مع الحيوانات ولا وين لا رفيق لا صديق وقت صديق كايتي يا كايتي كايتي ولا وش نداني هنا المنشي يعني معايا وين معايا بالله وين معايا خلوا معايا تعرف احلى زول انا حتى كي نطلع للدور نحس بروحي وحدي ولا المراه ولا صغار ولا مستقبل يا المنشي قول ربي سهل ومنا حتى ربي سهل انا وش نداني هنا يعني معايا كيف الشعب يا ابني معك يا اخي شبيك انت زينه ولا تعود كما صاحبنا؟ دخل لا خرجه لا خدمه لا فلوس فلوس اي ملا ربي معك انا معاك انا معاك كايتي كايتي بالله بالله ورحمة بوي العزيز الغولي كان ماكش مستزي من الهشيشه نتاعك لما طيب بيك الشرب انا يا حياة. نعم مم ينعم عليك ويرحم والديك. قلتلها بيا شوية بنيتي عندي ما قلك راني نحسب أمي نحسب من قبيلة نحسب ونعاود والحساب غلط. كات فكات يا حياة بشري كرهبة تي نحسب أمي احسب احسب كثر ما عليك هاني قيت سنة هو. خليني أمي كونسنتري عندي 50 دينار ناقصة. أمي كنت تعمل مزيع عمل لي قهوة. الله يبارك لله يذر لي دراجات باللي يخليهم زوز قهوة. درا لين جاية ما كنش مستزيد تتقابلوا لبرا. هي حابة تجيب حذية منها تشوف حسونة ومنها تتعرف عليك نقولها ليه يجي منه هو عيب. أمي حق أنت خلصتني في الجبة قلت لي مغرفتين سكر. انت اللي سكر قلت لك خلصتني في حق الجبه. لا لا تو خلصك راس الشهر يا اخي غير باينه. تستنى في الشهريه بي ما تبتاش عليه باش نسكر الحسابات.
يا لله يا لله على حديقة، هي هي وش بدها العرق. عدرة صار مش انتي قدام الباب؟ أمي خليها قهوة واحدة وكان تعمل مزية حل الباب يظهر لي كليونت. قهوة واحدة هذه فاتت الحديقة. ساعتين أخرين هاي بيه. لا عاد أنا كان باش تشوف لي راجل يا تركي يا لا. خالد خالد انت أنا خالد بدرة نتاعك السلطان سليمان. صنبل يرى في راسك. يا وليكس يا سيدي يا وليكس. اي تفضل خويا بابوشا. تفضلك لالا كثر عليك ان شاء الله مبروكين. يعيشك. اسمع بديت عني انا كان خصينك اقتعاد لزهاز عندي بابوشا كل شيء موجود. زهاز شخص تعرف خويا بابوشا اختك اكثر وحده متضره من هالثوره. كنت معامله نعارس في مارس جات الثوره في جانفي يا كهو عقد عرست البلاد وقعدت هنا بلا راجل. الله 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 حتى شيء مات عمي حتى شيء كان مات عليه رحمة الله أو تحسب لك شهيد وممكن ياسر عندك الحق في تعويضات. ليه خويا بابوشة تضرب وما ماتش رست لنا لمنا لمنا لا شهادة ولا تعويض ولا عرس. كيتي 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 وكما ماتش ولا ما عرستوش. واه خويا بابوشة ما قلت لك تضرب. كيتي ولتو ارتاح؟ ارتاح جملة. شبيك خويا بابوشة ما فهمتنيش قلت لك تضرب بالعربي. الطبيب قال له ممنوع عليك العرس والحديث مع السائق. فهمتني توا؟ فهمتك اي فهمتك. بيت عمي لا يوليك ربي ان شاء الله ربي يعوض عليك. ان شاء الله ان شاء الله يا بابوشة. اي بسلامة. اي سلمك بيت عمي. طلي عاده يا نهار مغلل مش عندي ما يعوضوا له عاده ذي ضربوها ولي ثم قالاتو ان شاء الله في الجنة. يا وليكس يا وليكس. ليه يا ماما والله ما تخافش عليا والله حتى الجو ياسر سمباتيك في الكافيه. عارفي بيه معايا. ناظر يا ناظر. اي ماما هاي جبتي بوكو يا ودي جي سرب الناس يا ديك ربي. بلي يقول ايش خاطر ساعة الراجل السنة في قهوة وسيادك ليه تضحك لي في البورتابل. ديزولي عارفي ماما حبت تطمن علي. امك زيادة هكا في ظرف ساعة تطلبك ستة مرات امك مش تطمن عليك. تعليه يا اخي بعثتك تخدم في كارير حجر هي هيا عيش ولدي هز لي قهوه الراجل خليها النار يتعدي لي على خير. هي الله يبارك عارفك يا بنين. بنين نهاركم مبروك. نهارك سعيد. عصرنا طليلنا وعمرنا شيشة يا بي. الله يبارك معلم. نهاركم طيب. أهلا بصديقي منظر. أهلا أهلا بخويا الناصر. صحوالك. لباس خويا شنو أمورك؟ الحمد لله. بربي نزيسك سي حام. لا لا مزيان. تعرف نطلب فيه من الصباح تليفونه مسكر. ما فهمتش بيه. بربي كان جاء تعمل مزيان يقول له قال لك الناصر كلمني في السريع. يا ولدي لقيت له كاريا فاوحة. الله يبارك خويا كون متهنى. ينورك يا منظر يا بيه. عايش خويا. ولد عايش. أهلا بخويا البوي. أهلا. كفارة يا صاحب. تشكر بيه. سامحني يا أخي أنتي ماكش تسكن في الربط الآخر. صحيح خويا البوي. أما علاش؟ على بلدي المحبوب. مرحبا بيك نهار لحد زيارة ونيارة وسير ليام المقام مغلق للإصلاحات. نخدم على رواحنا خويا البوي ما عملنا شيء. ونستناوك حتى تعمل ماك تعرف القانون بي جولة سياحية باش تعرف معالم بلادك. مرحبا بيك. أما تسترزق تخلص المكس. سمعتنا بي وفهمت المختصر؟ فهمتك خويا البوي فهمتك. برا ينجيك ويرحم عويش. تعيش وترحم بو. معومة باي معومة عاصر لها أختها وزيدنا أختنا الحلوة خلينا نعمروا بها الشكر.
نحكي ما فهمش بها ربي بطاط. انا راني نكره المسلين يا راني. السلام عليكم. يا مرحبا، زرتنا برك يا سيدي. تفضل المحل محلك. تفضل يا سيدي. قل لي معلم، انا لقاش عندك بطاطس؟ بطاطس والله نشوف فيش ندبر لك عيبه. اوكي عايش خويا، اما طعم زيه نحبوا قطوس تركي، المدام تموت عليهم. تركي صح، مش باش نقول لك والله بصراحه احنا الارتيكل هذا عملنا ما خدمناه. اما قلت ربي نشوف كيش ندبر لك هايبه الجمعه الجايه. باهي خويا نعمل عليك، بربي ما تنسانيش، راه عيد ميلاد الجمعه الجايه، نحب نعمل سيربريز حلو. يا حبيبي يا ننسيك، ننسيك الموت يا صاحبي، ربي يهنيكم ببعضكم، تهنى. ايا نبقيك على خير سيدي، وبالسلامه. بالسلامه في الامان. بطاطس. هذا المخزن ولا بوبيل نتاع زبله. ما يزينيش مهند، نكمل نجيبوا له قطاطس. كس. هاي تفضل يا لالو، تفضل مبروكين عليك. عايش. ليكس ليكس زه زيارة باب الخطاب دازوا الباب زه زيارة فتحية الخطاب في ثنية. أهلا بشريكتي العزيزة. عسلامة بابوشة. نسلمك أخوتي. عالأمور ماشية؟ إيه اللي ماشي، تهسلي مهسلي تقول لك كك 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 ليكس دي ليكس. ربي يعينك. يعيننا ويعينك. حقا بابوشة، يا أخي خميسة شبيها لتو ما جيت لاباسة؟ أخوتي ما ندريش عليها. ملي طيحت الصغيرات كيكس، سحلل، شحت، وصلي دين شيء. ربي ان شاء الله يهدي ما خلق. ربي يهديها. بربي كان كلمتك سلم عليها وعلى خالتي جمعه. يا ابن غلال. اي والفاهم حرق ولا مازال؟ اعطي على الفاهم. قال لي كاكا وسكتي. ها بنتي طفل البارح غفر لنا داخل في القاعه زرف لي 20 راس لداخل. 20 راس شنو؟ بنات مية اختي حياه، ميت لي الحراق لداخل يحب يبصيني. حاصيله سبعه قصد وربي. قال له يصدروا الليله ان شاء الله ربي يجيبهم في الصوار. ان شاء الله. ان شاء الله. فصل وانا عود ربي قد السعود وكانك مز هز ميجود هز للا هز سيدي. هاي تفضلي للا زملي بسم الله وخشي. مرحبا مرحبا. عاشك طنطا. فهمتك فهمتك باهي منظر اخلت علي. اي للا هاني جيتك. اي تفضل مدام أكو ماذا كون فاتورات والرسيت أكو كل نهار وحسبتو في العادة هذو ما يدلنا 1,80,000 مصورة على جمال الأخرى كهو؟ منظر الرسيت مش كل عادة را عندك الحق مدامة مش باش نعملو أكو كل شيء على عينيك الجمعة اللي فاتت الخدمة ماشي لك الكل أبو سماء يا منظر الله يبارك حاضر يا ناظم شوف السيد عايش ولدي حاضر عارف وكي الخدمة مش لك الكل فاش قام صنع جديد يا مدام والله تعبت راهو ياسر عليا بين الصاله والكاسه والكونتوار برشا وزيد من ليله البريكاج والله ظهري عامل فيا ان شاء الله لاباس يعيشك وانت اللي شغلت البال عسلامه سيدي شريرك في حياتي راني فضلك من بعضك واه واه منظر شنو هذا؟ هذا نجم قد روحه؟ مش كاينه ناقص غلوه؟ قولوا يكبس روحه هذاك حد مدام شفنا عملوا له بروك يتيم وزيد وحيد ميم توا هو والله يظهر مرخوف شوي أو تبقينا في خدمة جاي بروح الحق وخرتها شنية هي ما نجربوا احنا نهايرين ثلاثة قد بروحوا قد ما قدش قولوا له بالسلامة وكاهو بيه منظر الراجل اللي لبس دنقري شنية حكيته ملي دخلته هو يهز فيها ويحط هذاك لهذيلي هذاك اسمه البارح برك بجير القهوة أما يضر فيه ولد حومة قديم وكان في الحبس أها ما نحبش مشاكل في القهوة يا منظر تهنا بهاش يتهوز زوز رجال واقفين شنو زوز رجال شكون هنا وناظم شنو شكون ربي يعينك كنت أما حاجة عيط لي الله يبارك مدام هاي بالسلامة بي هات الشيش خلي غاد ايش شكون هي الاخت اللي كانت تحكي مع الرفيق هذيك المعلمة مولات القهوة والمعلمة شنو اسمها في الحالة المدنية؟ مدام حيات مدام برا يرحم الأميمة
ايش قول العرفك يسخن اللقلوق لقلوق القهوة القهوة شد هاي لا قهوة حليب يا حيات أني هون يمي تفضل بنتي تفضل عسلامة مدام عسلامة مرحبا بيك أمي سامحني تكمل أنت يا حضرت لك زوز الرب إن شاء الله يعجبوك تفضل يلول يلول لا يسوي يلول ما احتزيك وش بك رجعت مش نطيب لها قهوة اسمع البنية هذي فكرتني في سلوى بنت فكرية شهرين قبل عرسها القمة ما جاتش في فمها باش تسكر عليها الروبة ونهار تصديرها هي عملت هكا سلسلة ترشقت والسكر جات في عين العروس رصات لبقيت تصدير في السبيطار مبنش أني جيتك مدامي برا لتخنق لك برد بالك على حينك أيوة جيت شي قدك بخيسك أما ظهر لي يزمني نقعد نهاري صايمة فيش تسكر السلسلة ليلي هي وقتاش لطيع اخر الشهر من هوني الغاديه تعمل ريجيم صغير تنقص زوز 3 كيلو وهكاك تتسكر تحب نعطيك النمر نتاع نيتريسيونيست نعرفها ليلي ما لقيت ما نعمل نقوم نقتل في روحي بالشر شبيني يفكرون انا يحبوا يعيشوني على الخاص وزيد انا هكا فرحانه بروحي وزيد خطيبي يموت عليا وانا هكا مساش تعاوني تقفل معي السلسله اي بالطبيعه استنى تعرف والله 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 لو كان ما يجيني شيء لما نتصدر لهم في جبهه امي اتو جي بالك تقول شكلي فيها تشيشه من الجنيب اتو تولي تجيني تشرى ربي يفضل هيلك امك زاد هكا بصحيحتها كيف ايوا خيتي شايفي في صبرنا وانت كانت ترى بابا لما تقول الدار عايشين في مجاعه المهم اسبوع مسيكه وكانت ترى امي لما تقول هي السبب في هذا الكل استنى اشرب كرشك زيد شويه برك اشرب كرشك خيتي من عندي نزيد قطع عليا نفس استنى هكا شوي سكرت سيء لي تقلعت دينار اثنين فليفه هبو ما فليفه فليف 100 ادفع على سيدي يا اخو بخاطرك يا منجي عايشك عم بشي اسمعني منجي لا لحد كان عشنا جاي كان ما عندك ما تعمل تشرفوني انت والعائله ان شاء الله خير شو قصد ربي باش تعمل عمره عم بشيرة نعمتي منجي قدك باش تعمل عمره ودي العمره ان شاء الله ان شاء الله اما ليه منجي ناوي نستحسن ها اي احسن ايه مش معنى بشي يا اخي انت مش معرس ولا عندك المرفيفه ايه ثالثه طلقت يا سيدي وباذن الله ناوي على الرابعه تعرف ايش قالوا ناس قبل ولدي قالوا تبديل السروج فيه راحة يا منجي تمشيش ما تجيش لا لا وقد تراب نجي باي 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 عم بيشي باي باي يا حبين يا قالك نوع الرابع نوع الرابع هو غدوة يولي يمشي على أربعة يا حبين يا ما لا تبديل السروج فيه راحة دي راحة ما سرش واحد ما لقيتوش ما جيت فيها خدمة هي ما تحط شي في بالك بقدرة ربي الجمعة هذي ما تخرج كان فرحانة إن شاء الله سهل شي ربي ربي سهل تعرف أختي حياتي عندي بنت خالتي عايشة في ألمانيا سكافندري على حالها وتلقى تايا هوني تفوت 80 تولي تخمم في مليح في الفرش كيفاش باش تفصلهم جبة صبروا برا هيا بسلامة بسلامة لله هذي ما تكون كان مرقة خضرة بالعلوش بربي كان شتيتها أقعد أفطر صحة صحة خلي تومي تصمت لي في شوية مقرونة هنا أختي نموت على المقرونة بالبشاميل ذوق حتى شوية شوية يعيشك يا حاجة ننصحك ما تهش الخطأ قدامي خير ما كانش يترسي لك تندب فينا وينا والله 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 ورحمة باب كان قعدتها مقومة كان وده صبيح ما هو ميخطف الخاطر وبر هيا بسلام زيتك عيب أخرى ما يسالش
يعيشك يا حاجه، محليك محليك والله محليك. هيا خلينا نمشي لتراسيكم تصمتوا فيك عيبات عظم الفطور. هيا باي باي. تعرف امي ما خف دمها. يظهر لي ما فيها خفيف كان دمها. امي هاو المنجي جي. يا امي يا اخي مازال فما فطور ولا؟ الفطور محطوط نستناو فيك. مش على حاجه، هي كانت طالعة في الدروس عرضتني كي المرأة تمضغ. يا اخي خفت. اقدس اقدس راك جعت. جعت وتروجت. نمشي نغسل يدي ونجي. اسمع اسمع. علاش بليش مش نسالك يا اخي قطط نحنا يفرقوا برشا على قطط تركيا. ايوه قطط تركيا اشب ياسر من قطط صنع. يا حبيبي يا حزيده. علاش تسال؟ هيك جاني رجل توا للحانوت يحب ياخذ قطوس لمرته، قطوس تركي. اسمع تكلم صاحبتك دره. تحبت انك عيب وكان هكاك نشتلو منه فرد مره. عرف حقا حقا يمي عمك بشير الدجاج يستدعى فينا العرسو. يا اخي هو مش معرس؟ مش معرس، عرس فالف مره وتطلق وتو باش ياخذ الرابعه. ولحد دابا قال لك عرسو مزروب خايف لا يهبط عليه عزرين يشدوا في الحنوده. يا وليكس يا سيدي يا وليكس. لا لا بقيرة الشارع هذا ولا قال لي قاسر سي كثافة كبيرة نتاع نسوين في المتر المربع وربي إن شاء الله يقدر الخير. أزليك السال أزليك حجر الوالد. لا 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 في الحومة هذه اطمئني أخي بابوشة أراك في أحسن حال. ما نواشي سي عامر تصفر زفران. هاك بقيلة كريت هالدويرة. اي ما زلنا كي اتمنى نعقد تو أنا والمكترية الجديدة. جارتك المستقبلية. مرا يا بابوشة خلق وخلوق بين قوسين تخدم في مؤسسة إعلامية خاصة. نتشرف ولا لا. مرحبا بيك. مرحبا. نجارك جديد جاب الله شهرة بابوشة. شرفنا سي بابوشة. وعد يا بنتي تهني بالذي لا إله إلا والخبر بنيت نمت هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا تولي تأكدت اللي البلاها عندكم ويرافع. يا ولدي اسمها وعد، اسمها وعد. صار اسمها وعد. مرحبا مرحبا. لالا مرحبا. عايشك نخليكم في الماء. الى اللقاء. اخي بابوشه. بربي تلهى بيا شويه. اتدلل عليك بعض الشيء. هوكا كان استحقت حاجه هكا ولا هكا هنيني عادك. يا سي حب بيناتنا رانا خيوه. ماء وضو وتليفون. عرفتي تعرف كيفاش من الاخر من الاخر. احسبني ساكن معاها. وين عندك تسكن معاها؟ الابله. شوف انا ننصحك تشوف طبيب في اقرب وقت ممكن. تافه. ازليك ازليك سيدي. يا منجي مش ترقد؟ يا ما بليش سمعني تو تشوف فيه نحيت عواجي وشادة ورشي باش نوم في البحر. شبك يا منجي لاباس؟ لاباس في خيار الخير يا كما يقول صاحبي على زونة. أموري في الليكس. ملا لين تحب ترقد؟ مش راجع تخدم؟ عادش خادم أنا بطلت يا مرحب. عمرت كونجي فديت كرهت روحي. منيش يا منجي؟ شو قلت لي منيش يا مرحب؟ يا مرحب أنا عمري 45 سنة راهو لا خدمة لا فلوس لا مستقبل وغليب يا مدونو سيلي بطير. أوه سيلي بطار. لين ما قلتش يا ولادي رانا جبنا لك طبيب. وين تحس في الوجيعة؟ في قلبي يا فطيمة في قلبي بالله. برحمد بوسه كرمي بخليني نرقد. يما على ولدي منجي نجيب لك تيزانه. لا نحب لا تيزانه انا مرقدتش البانه. اخرج عليا سكر البابا. هو في هالدار كان الكشه والنشه. دوج واخرج جنابك عليا حتى يمكن لك سيلي باطار. اي سهلش يا ربي. اش باش نحكي لك عزيزه حكايه طويله. شو حيوتة أقبل أنا كي كنت في الليسي كي كنت صغيرة كنت نحلم براجل طويل وموهر وكامل وشباب وحرج في اللكحل. تعرف كيما شكونة كيما جورج كلوني بالضبط. جورج كلوني جملة واحدة يعطيك يا ضرة. استنى ونحبه زاد غني وعنده كرهبة وعنده دار. تعرف كي لازم عنده يخت. يخت يخت فرد مرة يختي على اليخت. علاش لي بربي نش نقصني. اما قلت وصلت للعشرين قلت برا بركه مسيلش حتى راجل عنده مثلا هكا دار في حي شعبي وكرهبه شعبيه يزي فيه البركه. هذا معقول. استنى وجيك الحديث وصلنيش ل 30 عزيزه
هكا وعاد قلت ايه يا درة القف روحك شوف حتى شبيب مثلا مسيرش راه شو حتى كي سكني مع امه انا راضية الفايدة يطلع راجل ياخي نفع ربي عزايزة عليه خايتي ياخي شنيقصك انت تبارك الله عليك غير الرجال ما يعرفوش يغزروا يعطيهم والله شبش يقول فمي وجد عليك نسي فيهم حاجة الرجال عزايزة ما يعرفوش وين يحطوا ريوسهم بربي يا حيوتة ساعات تلقاه شطر راجل اسمع لا خلقه لا خلوق لا خدمه لا قدمه ويحل فمه عزيزه ويقول لك اسمع نحبها مزيانه وبنت عائله وبشهريتها وكلزم لبس عليها وفي شتا نظيفه زاده تتا اجا عاد اقعد بحذايا والله مش في وجهك عزيزه انا الاكثر الاكثر جايه على خاطرك انت راهو يا خو بخاطرك مرحبا بيك بنتي يعيشك يعيشك تتا اسمع تتا انا باش ندل عليك في حويجه هكا صغيره شو نلقاشي عندك بارازار بارازار رويجل نفس مومنا ويقدس الحياه الزوجيه اسمع تتا حتى اشترى البس راضيه بيه ولا بنيتك بايره حياه صاحبتك تتكلم بجدها ليه تخش عليها تفضلك واه اش بيك تغمس فيا وتقولها تفضلك لا مانيش نفضلك نحكي بجدي عزيزه اسمع تتا انا الحق ناقص كان انونس في زوز بوان كوم ما عملتهاش حتى عطار الحومه ما وصيته نتعدى صباح نوصيها على دو باغيت وراجل شنو هذه يا يمي اسمعني قال لك انا ما تساعدني يا اخي قداش باش نقص عازم انا يا تخف لي مراه يا اللي مشيت نحرق للطبيب بعد ما صاحبي فيه مالك حياه شكونو هذا؟ ما نعرفوش يظهر لي يقرب لامي ازا سيدي ليكس جاهزي يا بنية عندي سرابيش ونبيع برخيص ازا سيدي ليكس ازا ليكس يا سيدي سايس روحك عايش ولدي تهلنا عارفي صحيت بي اهلا بالمعلم وحيدة طالينا كالعادة اختنا الحلوة الله يبارك حاضر هاي تفضل ايه الله يعين الرجال يعيننا ويعينك هاي تفضل اقعد مرحبا كنت نشوف فيك بتكي على الكونتوار شايش في الخلق وقيلة مش موالف بالحضب موالف بالكداش باي الحم فوق الحم قاعد نشوف في الدنيا كيفاش تبدلت عليا وقتي كان معبي بالحركة باي ناس تسلم وتحكي وتعبر اللي عنده محنة باينة في عينيه واللي عنده فرح ماذا بيه يقسم مع الناس الكل وطوى بسم الله العفو كل واحد حاصر روحه في روحه الناس تتكلم في رواحها باي وقديش المدة؟ حاشاك مسو 17 مقرتين ضيفوني في اللوبارج عمري 25 سنة ملا خرجت في عفو ربي يعفو باي البي ما يحبش مزيت العرب خلوني نعملوا الكريمين قلت له ما تشقيوش رواحكم ما عاد من مزيد سامحني عاد انت ايش عملت بالضبط؟ شدوني ندوش دوش؟ في الزقيق؟ في داري باي ما عليناش هذاك اللي كاتب انا اخوك الهذيلي شهرة البوي ولد نهج الزعتر نشرفه انا اخوك جاب الله شهيرة بابوشة جاي من هيه راني كاري المحاي اللي قدام القهوة نسترزق الناس الكل سامعني ما شكون كاري؟ كاري من عند حسون الباهي يرحم حسونة الله يرحم وش انت تعرفه؟ شنو نعرفه؟ حبيبي قسمنا مع بعضنا الخبز بالتاي ايه يا دنيا حتى انا والله حبيبي وربي يعلم دي هي القهوة دي متاعه ايوه متاعه بلا ما تقوليش الاخت اللي بصحتها اللي الصباح تحاسب مرته يلا واش هذيك مدام حياة عز الناس يعطيك الصحة كيف قلت الله يرحم الأميمة هاي تفضل عم ضربات
تشكر بي. هذا قلت لي خويا لذيلي عادك بروحك تدوش لقيت روحك في قلبه. ومعصر ومضمن. تعرف بي وقتها كان فهمت لها وعملت لها ركيعتين حتى بلا سواتعه. راني توا اقلهن مدير عام كان معنيش وزير جمله. ازاي حراي ميكو خامريكو. بلاء ربي يقدر خير. الو الو يا اهل ملنجر يا اهل مسير فهم تبس عليك خي. لا لا انا حبيت نقول لك نا تو في قلب البحر قريب نوصل لامباروزا حتى الحوت ولا طلياني. يا سلام اخي ليش تعفس على البسيس نعمة ربي تو تبلت من البحر. سمحني يا سلفان ان شاء الله نوصلوا لباس ان شاء الله باس ان شاء الله باس. اسمع ببيش صوت الموجه. اي 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 هاني حتى انا اسمع في التشلبيقه. اي 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 هيا طلع لا توا سلفان وين بالضبط؟ لا توا سيدي يا بن سيدي يا ابو الحوم السلامه في قمرت في قمرت في لاسترو مشيت نتعشى ودور فوق اصحابي. اي اي مستدعين. اي خبش اسمع في الفن ها خلاص. اي اي الو يا ام الواشي. سامحني يا بابوش توا قريب ندخلو في لامباروزا كوم مش تكسر ريزو. ارتحنا خلاص يا ولدي رحمني ربي ما كانش راني توب الذي لا اله الا هو العالي خلاص. يا لله بكي ياه. بعد ركبوا ليها بريريت تاي يضرب المخ وبعد ما علقوا ليها القبجيات تفرجوا في حريم السلطان واندنوا ليها نوما فانتازي يا فانتازي يا واحد غادي. هاي صبيح امشوا تو نوصلوا ليها يدينا ومن بعد نزول نعطوك اللات على مكه لله. ادي اي باشنا كيدي 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 بسم الله 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 كيدي للعجل الخبز واش وقيل انا بدي ناخذ نعطي ولد ها كيدي خمسة ألف مخلي لي جنون انا مغلل من الوحده حلو سكونه اخلي بقر بعد قديش الجوع الملح الملح. بيبيش وش تدلل انا؟ مش قلت في قمرت نهر فاقه؟ يا رسول الله ربي خط علي حتى اللمبريزه. كسبت العزيزه.